أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في شرح قرة العين بمهمات الدين في الفقه الشافعي لمولانا مين المؤلف؟ الملي باري. هذا الرجل كتب كتابا عظيم، لكننا ما زلنا في المقدمات ونكرر ونقول، قال أسيادنا من العلماء: المهمات المقدمات من المهمات، المقدمات من المهمات. وكان بعض العلماء، بل كان الأكثر في الزمن الماضي، يقرؤون مقدمات الكتب وفقط، فإذا انتهوا من المقدمة يقولون انتهينا من الكتاب، فيها المصطلحات، فيها منهجه في التأليف، فيها ثم بعد ذلك الطالب يقرأ بمفرده. يعني ده نظام كويس، لكن دلوقتي في صعوبة. احنا انتهينا من فضل الفقه في البدايات. تعالوا ندخل للسؤال الثاني. ايه السؤال الثاني يا سيد؟ لماذا الإمام الشافعي؟ اولا، نحن لسنا على قدر كاف من العلم يؤهلنا ان ندخل على الأدلة فنستنبط منها الأحكام، لسه لم نرتقي. ممكن يعني قد نموت ونذاكر في القبر وفي الجنة نكمل كمان. ليه؟ الاجتهاد هو استفراغ الوسع أو بذل الوسع في استخراج واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، فلا بد للمجتهد أن يكون محيطا بأدلة الأحكام. هذه الإحاطة نحن نفتقدها، ونسأل الله أن يعلمنا جميعا. وهناك الأدوات في الاستنباط في الأصول، نحن نذاكر أصول الحمد لله، ولكن ليس أيضا بالقدر الكافي. فقد يستطيع بعض العلماء بما أتاح الله لهم سبحانه وتعالى من قريحة علمية أن يجتهدوا في بعض الأمور، وقد يجتمع مجلس كامل على أن يدلوا بدلوهم في مسألة فرعية، يصيبوا ويخطئوا. لكن نحن نعترف ونعتذر أمام الله تعالى أننا مقصرون، لكن نريد البداية. طيب، كيف نبدأ؟ أن نأتي بالقرآن ونقرأ ونفسر، والقرآن عربي ونحن عرب، أهلا وسهلا. طب نعمل إيه؟ قال كلام بسيط أوي. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأنا راجل مذاكر أصول ومذاكر نحو والأمر للوجوب، إذن يجب على المسلم من أذان المغرب إلى أذان الصبح أن يأكل، ومن ينقطع عن الطعام حرام. الدليل: وكلوا واشربوا. إيه الكلام ده؟ جميل أوي، الحمد لله. وهذا اجتهادي، وأنا من علماء المذاهب الـ20. يا مولانا الكلام مش كده، يعني الكلام اجتهد لكن مش كده. ليه؟ هناك حاجة اسمها الاستحالة العقلية. مستحيل مستحيل يأكل من المغرب إلى الصبح. إيه ده يعني أنا بجتهد غلط؟ أيوة. ما هو الاجتهاد الصحيح؟ أن هذه المدة مباح لك أن تأكل. إذن الأمر هنا مين؟
للإباحة. إيه ده إيه ده؟ الأمر للإباحة. قال يا سيدي الإسنوي في شرحه على البيضاوي في نهاية السول جاء بمعنى الأمر عشرة، والغزالي في المستصفى جاء بمعنى الأمر سبعة عشر. إذن الموضوع ليس نحو، الموضوع ليس دليل. ولذلك كانوا عند الجدال ماذا يقولون؟ كانوا يقولون نحن نريد دليلا على ما تقول من القرآن أو هنا إيه مولانا للتغيير، نريد دليلا من القرآن أو السنة ودليل المشاركة وفهم عالم. نريد دليلا من القرآن والسنة وفهم عالم. ليه؟ لأن ضروري فهم العالم. هو أنا عالم أهو، كله واجب واللي مش هياكل حرام عليه. يا مولانا غلط. تعال آخر، لا يسقي أحدكم على زرع أخيه. خلاص الحديث خلص. فأنا مسافر رايح أعمل عمرة، قلت يا عم إبراهيم اسقيل الزرع حتى لا يموت الزرع وأنا هدعي لك في العمرة. الحاضر يا مولانا. روح واطمئن إن شاء الله، أنا أسقي أرضي وأرضك واحد، بل أسقي بالماء أرضك قبل أرضي. قلنا له ماشي، بارك الله فيك، أنت كريم ونحن نستحق. ثم جئت فوجدت الأرض ماتت والزرع هلك. خير يا عم إبراهيم؟ قال وأنا في المسجد سمعت الشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم على زرع أخيه. خرب بيته الزرع يا مولانا. الحديث واضح في بلاغة، الرسول مؤدب، الرسول مؤدب صلى الله عليه وسلم يقول أن بطن المرأة أرض زراعية والحمل في بطنها زرع يسقى بالماء أي الحيوان المنوي. فإذا طلقت امرأة فلا بد من انتظار العدة، فإذا انتهت العدة صارت الأرض خالية تزوجها. لكن الحديث لا جاب عدة ولا جاب امرأة ولا جاب زواج ولا جاب حمل، بس هذا المعنى من يفهمه؟ أنا ما فهموش، أنا فهمته من مولانا الله يرحمه الشيخ إسماعيل صادق العدوي هنا في الأزهر سنة 94 كان يشرح، وكنت طالب في كلية الشريعة ولم أفهم هذا الكلام إلا هو لم يشرح، هو يشرح أنا أفهم. وأنتم من لم يسمع هذا الحديث أعتقد أنه لا يفهمه، فظاهره شيء ومعناه شيء آخر. ليه؟ الرسول عربي واستخدم لغة العرب واستخدم البلاغة واستخدم التشبيهات واستخدم التصوير، أما العلم البلاغة لازمته إيه؟ ومن هنا مولانا الإمام السيوطي في كتاب الإتقان، وكتاب الإتقان ما هو إلا مقدمة لكتاب ضخم مش موجود للأسف اسمه الترجمان في تفسير القرآن. الترجمان ده تأليف مين؟ السيوطي، العالم الوحيد اللي ألف فسر القرآن كم مرة؟ مين قال لك عليه دي خمسة؟ يخرب بيته، من قال هذا الكلام؟ كيف عرفت؟ استغفر الله. نعم حضرتي، ما اسمعش حضرتي يا ابني، عيب كده. استغفر، في مقدمات في الآخر حضرتك. خمس مرات ألف مقدمة. إيه هي مولانا المقدمة؟ ها الترجمان ده التفسير، المقدمة الإتقان. ذكر في شروط من يفسر القرآن 18 شرطا، منها أن يكون عالما بالبلاغة، وإلا ودانا في داهية. إذن مش أي حد يجتهد، ليس أي إنسان يجتهد، ومن هنا نحن نعترف بتقصيرنا. إذن نظل على جهلنا إلى أن نموت؟ لا يا سيدي، من لم يجتهد يقلد من اجتهد. خلاص الموضوع سهل أوي، موضوع بسيط. أنا لا أعرف الطبخ، طب ماذا أصنع؟ أتعلم الطبخ ممن يستطيع الطبخ. من استطاع الطبخ؟ العلماء
المجتهدون. خلاص أنا غير مجتهد، خد منهم. طيب من أقلد؟ هل أقلد الضعيف ولا أقلد القوي؟ لا أقلد القوي، معروفة. طيب هذا القوي له معايير؟ نعم. له مميزات؟ نعم. أنت عندما تقول أنت في أي المدارس؟ أقول أنا في الأزهر. يعني إيه في الأزهر؟ يعني شيخ، يعني كتاب، يعني طالب، يعني تاريخ، تعرف زمان ودلوقتي وبكرة، ودكاترة ومعلمين ومشايخ، هيصة. فكلمة في الأزهر تعطيك قوة. طب أنت فين يا مولانا؟ أنا أدرس في جامعة. جامعة إيه؟ 1 2 3 4. حدش يعرف 1 2 3 4 دي خالص. طب هي الجامعة دي فين يا مولانا؟ طيب تسأل. طب الجامعة دي الدكاترة كويسين ولا ضعفاء؟ حاضر. طيب بتدرسوا كتب مسلمين ولا كفار؟ أسئلة كثيرة لغير واضحة. لكن أنت تدرس في الأزهر، أنت في جامعة كذا، أنت في جامعة كذا، خلاص. بمجرد ما قلت جامعة معتمدة، جامعة قوية، جامعة معروفة، الأسئلة انتهت. لكن أنا أقول لك أنا خريج جامعة كذا كذا كذا، هذه الجامعة لا يعرفها أحد، أسأل في حوارات وقد أطمئن وقد لا أطمئن. نحن نفس الفكرة، أنت تقلد من؟ أنا أقلد سفيان الثوري، عالم كبير ضخم. لكن تعال مولانا، كيف تعلمت مذهب سفيان؟ أي الكتب درست لسفيان؟ كم شيخ يقلد سفيان؟ في أي البلاد ينتشر مذهب سفيان؟ في دائرة من الأسئلة كثيرة. لكن أنا أقلد أبا حنيفة، معروف، مالك، معروف، شافعي، معروف، أحمد بن حنبل، معروف. ألا يوجد مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟ ذكر بعض العلماء أن المذاهب الفقهية المعروفة غير يعني تحت المعروفة 98 مذهب، 98 مذهب، ده كتير قوي. أيوة. أنا بقى أعمل إيه؟ أنا لابد أن أكون مع المضمون. فأنا أقول لحضراتكم يا أهل الله، لمس المرأة من غير حائل على مذهب الإمام الشافعي لا ينقض الوضوء. إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ من يقول أن هذه الإجابة خاطئة بدون حرج يرفع إيده. وأنا أول واحد يرفع إيده. إذن من لم يرفع إيده هذه الإجابة عنده صح. كيف عرفتم أن إجابتي خطأ؟ سهل أوي يا مولانا، أي كتاب فقه شافعي نعرف أن كلامك خطأ. شفت أهو أبو شجاع، نواقض الوضوء، ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، ولمس المرأة الأجنبية من غيرها. عرفت. ومن هنا المذاهب الأربعة الناس تعتمد عليها لأنها مدونة. لأنها يا مولانا اتنين، ما الدليل على أن لمس المرأة من غير حائل ينقض على مذهب الشافعي رضي الله عنه وارضاه؟ قال تعالى أو لامستم النساء، دليل. أنت بقى تؤمن بهذا الدليل، تناقش هذا الدليل، ده موضوع لا يعنيني الآن. هذا الموضوع لا يعنيني الآن، أنا يعنيني في دليل ولا ما فيش دليل. في دليل نناقشه في الفقه المقارن كيفما شئتم. ثلاثة، هل يوجد من خدم هذا المذهب، هذا الرأي؟ نعم، موجود من شرح، وموجود من اختصر، وموجود من نظم. إذن هذه الكتب مخدومة. يبقى رقم واحد
مدونة، اتنين ها مدللة، ثلاثة مخدومة. مخدومة بالشرح متن الغاية والتقريب، ده اختصار للمذهب الشافعي. ثم يأتي ابن قاسم يشرح، ثم يأتي البيجوري يعمل الحاشية، ثم يأتي مصطفى الذهبي يعمل ايه يا مولانا؟ التقريرات. ثم نأتي نحن في الأزهر، أولى أعدادي، تاني أعدادي، تالت أعدادي، ندرس تاريخ. ابن قاسم مات سنة 918، إلى الآن يقرأ، إلى الآن يقرأ، وهو كان من علماء الأزهر هنا في هذا المسجد. البيجوري كان يقرأ الحاشية هنا في رواق الأتراك، سبحان الله. يشرح متن الغاية والتقريب أبو شجاع، كان هنا، كان خطيب هنا في المسجد الأزهر، ولذلك سمي بالخطيب الشربيني، كان يخطب في الأزهر. أو متن الغاية والتقريب مخدوم، الإمتاع شرح هنا في الأزهر، شرح ولا لم يشرح؟ شرح، مخدوم. وسوف يأتي من يختصر. ثم جاء العمريتي وينظم تدريب الإيه نهايته نهاية الإيه تدريب بنظم 1225 بيت. شفت يا مولانا الدنيا ماشيه ازاي؟ شوف رايحه ازاي؟ في 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 حوارات مع المذهب، اختصارات وشرح، وبعد الشرح حاشيه، ثم ياتي ردود وتعليقات وتقريرات. رابعا متداوله. يعني ايه متداوله؟ في جيل ورا جيل، جيل ورا جيل. متن الغاية والتقريب يقرأ هنا في الأزهر وفي المدارس، ويقرأ في أندونيسيا، ويقرأ في تايلاند، ويقرأ في الفلبين، ويقرأ ويقرأ. اذهب أي دولة مسلمة قول متن الغاية والتقريب تلاقي شافعية يعرف، ويقرأ في مكة، ويقرأ في المدينة المنورة، يقرأ. إذن مولانا كل هذه الأمور، كل هذه الأمور تجعلنا نقول أننا عندما نقرأ، عندما نقرأ مذهب من المذاهب الأربعة نحن على يقين، نحن على ثبات. أي المذاهب الأربعة أفضل مولانا؟ وكلهم من رسول الله. لماذا نقرأ فقه شافعي؟ تعلمنا فقه شافعي. طب من يقرأ مالكي؟ أهلا وسهلا. الكل لا يريد إلا إيه؟ إلا مراد الله تعالى في الأحكام. لكن لماذا الإمام الشافعي بالنسبة لنا الآن؟ لأن مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه تميز بالأسلوب السهل. قال العلماء عجبنا لمن قرأ مذهب الشافعي، ولا مذهب الشافعي، ايوه مولانا مضاف اليه النحو، شوف اشتغل اهو، عامين ولم يحفظ. سبحان الله، يعني ذاكر مذهب الشافعي سنتين انت مش هتفهم، ده انت هتفهم وهتحفظ. سبحان الله، من قرأ مذهب الامام الشافعي عامين ولم يحفظ. طيب لماذا مذهب الإمام الشافعي؟ لأنه مذهب وسط. كيف جاء وسطان؟ ليس معنى وسط أبو حنيفة يقول حلال، الإمام مالك يقول حرام، الشافعي يقول جائز، استغفر الله. أنا أحكي لكم معنى وسطا في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.